السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو هذا اللي ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نوريكم كيفاش كننقيو سمكه لاباتيش هذه او البوره. فخليكم مع الفيديو، نتمنى ينال الاعجاب ديالكم، ما تخلوش هنا بلي لايك الا استفدتوا، واللي مازال ما دار ابوني ابونا ويفعل الجرس باش توصل بالجديد ديال القناه. اذا ونحن على ابواب سيدنا رمضان، الحوت كنستعملوه بزاف في سيدنا رمضان. اذا غادي نوريكم الطريقه ديال التنقيه ديال سمكه لاباتيش او البره، وكاين اللي كيقول لها الميرو، ولكن هذا ماشي الميرو، هذه لاباتيش او البره، يعني البره كيعيطوا كيقولوها لها بزاف في الاقاليم الجنوبيه. اذا خليكم مع الفيديو باش تشاهدوا كيفاش كننقيو هذه السمكه هذه. وبطبيعه الحال الطريقه ديال التنقيه كتختلف على حسب يعني كيفاش بغيتي تطيبها، واش غادي تعمرها ولا غادي غير تدخلها يعني الفران مع خضيره. اذا خليكم مع الفيديو ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم. اذا على بركه الله غنبداو في التنقيه ديال الحوته ديالنا لاباتيش. اذا نحيد له هو الاول هاد الزعانف هادو، ونحاول نبشرها، يعني كنحيد لها هاد الحرف هادو. مزيان هاد الطريقة هادي، إلا بغيت تحيد هاد البشرة هادي أو هاد الحراشيف في الحوتة، مزيان تشدها من جهة الراس، ماشي تشدها من جهة القزيبة وتبدا تدفع هاكا، مزيان تشدها من جهة الراس. يعني هادي بحكم التجربة هاد الطريقة هادي حسن من إلا شديتها من جهة القزيبة. وفي هاد الحوتة هادي كي قلت لكم راه تقدر تستعملوها، يعني تعمروها غير الا كانت تعمر، باش نعطيكم فكره، الا كانت تعمر راه كتحل من الظهر، ولكن بطبيعه الحال تكون حوته كبيره، يعني تكون فيها ديك جوج كيلو هكا كل الفوق. هاد الحوته ديالي يعني تقريبا فيها واحد 700 800 غرام، وهادي انا غنستعملها نطيبها مع خضيره ان شاء الله الرحمن الرحيم. اذا غادي نحلها من جهه الكرش هنا، كاين اللي كيفي ليها كلها وهذا الطريقة ديالو باش بغاها. اذا انا غادي نحيد الحراشف ونتلاقى معكم. اذا ها هي الحوتة ديالي راه بشرتها. غادي نعطيكم واحد المعلومة، الراس تا هو راه كيكونوا فيه شي حراشف صغار هنا، يعني ماشي الواحد يبشر غير هاد الجهة هادي، يعني الجسد او الجسم ديال الحوته، راه حتى الراس ديالها راه كيكون فيه بعض الحراشيف كتسمعوه، كيكونوا صغار. طبيعه الحال هاد الحراشيف هاد ولا طابت الحوته في المرقه راه ما كيطيبو شيء، يعني كيجيو كيعنك شي شويه عند الماكله. اذا ما تنساوش الا نقيتو الحوته ديالكم حتى هاد البلاصه هادي نقيوها مزيان. اذا على بركه الله ها هي الحوته ديالنا، من بعد ما حيدنا لها داك الحراشيف او البشره، دابا غندوزو للتنقيه ديالها ان شاء الله الرحمن الرحيم. اذا هاد الزعانف ديال الظهر وديال البطن غنحيدهم بالمقص، ولكن هذا لا يعني اننا حيدنا الشوك، يعني حيت هاد الزعانف هادو راه مرتبطين بالشوك اخر اللي وصل لهذا السلسول ديال الحوته. غير حنا باش نبسطوا العمليه كنحيدو هاد الشوك هذا، ممكن نحيدو بالمقص على هاد الشكيله هادي. وغادي ان شاء الله الرحمن الرحيم فيديو اخر اللي غادي نوريكم كيفاش نحيدو هاد الشوك هذا. الا كنا غادي نحيدوه بالموس راه كنفلحو شي شويه من هنا، ما كندخلوش بزاف في الحوته، من هنا ومن هنا، وكنجبدو دو فاسون باش كنجبدو هاد الزعنفه الظهريه مع هذاك الشوك اللي لاصق فيها. نحيدو هاد الشوك هذا، نحيدو هاد الزعنفة، هذا كنحيدو هادو. بطبيعة الحال المقص ساهل،
تحيدوا التاب الموس اللي ما عندوش المقص، ولكن المقص كيبسط العملية على الطريقة هذه. ثم كنفتحوا هنا باش نحيدوا هاد الغلاصين. الطريقة هذه كنجيو هنا جهة البوط، ثم الطريقة راه ساهلة، غير الواحد يزعم وشوية بشوية راه غادي يتعلم. يعني هاد الغلاصيم هادو كنشدهم من لتحت، يعني بعد ما كنكون فكيتهم هنا من جهة الراس، كنجي حتى لتحت الغلاصيم هنا كنورك بيدي مزيان باش كنحيدهم. بهاد الطريقة هادي ساهلة مهلة، كنكونو بقينا الحوتة ديالنا هاهي كما كتشاهدوها. ودابا غادي نغسلوها ان شاء الله الرحمن الرحيم، وغادي نقصوا لها شويه القزيبه هذه عندما كاينلاش تعمر علينا. وبطبيعه الحال كي كنقول يعني السمكه مزيان تبقى بالراس ديالها باش كتجي صاينه وكتجي عاتيه المنظر. اذا ها هي الحوته ديالنا لاباطيش او البره، من بعد ما نقيناها بعد ما حيدنا المصابن غسلناها مزيان، يعني كنقيوها مزيان. وكيف قلت لكم راه كاين اللي كيفتحها من هنا الا كان باغي يعمرها، راه كتفتح من جهه الظهر ماشي من الجهه ديال الكرش ديالها، هذه كمعلومه. وراه كتجي تبارك الله كتجي في الفران، كتجي في الشوايه، كتجي في المقله، اللهم بارك. غير باش ما كانت غليظه، يعني باش ما كانت كيلو ونص الفوق، راه المذاق ديالها كيكون رائع، كتكون احسن من هذيك الصغيره. اذا الخوت هادشي اللي كاين في هذا الفيديو هذا، نتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم، فما تبخلوش علينا بلي لايك، واللي مازال ما دار ابوني يتابونا ويفعل الجرس باش يتوصل بالجديد. هذه قناتنا تيغي بليزير، كتهتم بالصيد البحر، كتهتم بالطبيعه وكل ما يخص المعلومات عن البحر، سواء تعليم صيد بالقصبه او انواع السمك او كيفاش تنقي السمك او الشوك فين كاين في كل سمكه. فمرحبا بكم في القناه، ما تنساوش تفعلوا الجرس باش توصلوا بالجديد. شكرا لكم، تهلاو فراسكم، تنتلاقوا في فيديو جديد ان شاء الله الرحمن الرحيم.